يتم استهداف الشاحنات الجزائريه لتجار جزائريين هم ذاهبين الى موريتانيا من طرف طائرات بدون طيار. الى حد الان لم يتم ربما التحديد لمن تعود تلك الطائرات، وبالتالي كان الجيش المغربي اعلن ان تلك المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، وبالتالي من يمر بها سواء كان مدنيا او عسكريا سوف يكون هدف. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. القناه الفرنسيه مضخمه واحد الموضوع دارت عليه عده حلقات، وهو السفر ديال وزير الخارجيه الجزائري الى موريتانيا، وقال لك غادي يديروا شراكه كبيره، وعندك هاد الشراكه تضر المغرب بحكم انه كيستعمل معبر القرقارات وكيصدر كل المنتوجات ديالو عبر موريتانيا، وحنا عارفين ما هذه الا اكاذيب. منذ سنوات هما كيستخدموها، قال لك درنا خط بحري عملاق، درنا خط جوي، درنا خط ارضي، كل مره واش كيقولوا، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. وحنا عارفين بان الجزائر لا هي كتصنع لا هي كتفلح، اش من تبادل تجاري غادي دير مع موريتانيا؟ في هذا النقاش صادفوا واحد الجزائري. السلام عليكم، اش كتقول في هذا الموضوع؟ والجزائري السلام عليكم، اش كتقول في هذا الموضوع؟ الكونيكسيو مشات لك ولا وسير على الشنقريحه، سير يطلب لك الكونيكسيو ولي عندنا نكملوا مع غد الحوار هذا. موريتانيا يتكلم بشكل جيد، اكد على العلاقات القويه اللي كتربط المغرب مع موريتانيا، وقال ما يمكنش باي شكل من الاشكال ان العلاقات توتر غير حيت بغينا نديروا علاقات مع الجزائر. رجع داك الجزائري قال لهم راه حنا كنحاولوا نصدروا وكنحاولوا كذا، ولكن راه كاينه واحد الطائره ديال الدرون كتضرب لنا الشاحنات ديالنا ولكن ما عرفناش المصدر ديالها. ياك الرئيس ديالكم جاب المغرب وقال لك لا، انت مر مرور الكرام هاد الوفاه ديال هاد الجزائريين، باقي لحد الان كنتسناو مرور الكرام، ما كاين لا مرور لا كرام. اشنو هو انت عايش بوحدك ولا ما كتشيقش في الكلام ديال الرئيس ديالك ولا شنو؟ الرئيس ديالك راه قال المغرب وقال لك لن يمر مرور الكرام، شفنا على المرور الكرام باقي ما شفناش، كيفاش ما عارفاش المصدر ديالو منين؟ ولكن الضربه جاتهم من عند موريتانيا، قال له اودي شنقول لك؟ وراه المغرب راه نباكم. قال لكم هذيك المنطقه العازله هو ياك شي واحد يدوز ليها، راه اللي داز عليهم راسو، راه اللي دخل ليها غادا تبكي عليهم مهمتهم. دابا ما تلوم لا موريتانيا لا المغرب، اللي داروها ليه ركابيه فوكا بسنيه، دخل شي لتما تلوم راسك. قال له ما عرفناش المصدر ديال الطائره اش منين؟ ايران هذه وقال لها ايران كضرب شم. اش دخلك المنطقه العازله؟ منطقه مغربيه هذيك، المغرب اللي اخلاها المينورسو. شنبقاو نعاودوا لكم نقريوكم ولا؟ قال لك الشاحنات ديالنا كيتلفوا كيدوزوا من تما، ايوا دير لهم طريق، ما عندكش الفلوس باش دير طريق ديريكت لموريتانيا. ايوا اللي سمي شو راجل يدوز تما نسلموا عليه، كاع ما يخاف نقولوا له شي حاجه فوتني ويرجع، لا هما اللي كادوك الودنين عندهم. الله يلا قال لك ما عرفناش المصدر ديال الطائره اش منين؟ كيضربوا لنا الشاحنات ديالنا، حنا كنصدروا، اش كتصدر؟ فرقاش الدجاج؟ اش عاد بوك ما تصدر؟ كتمخض اللبن كتصيفط لهم الزبده بلديه، اش عندك؟ مدخم الموضوع انما وجب وعد خونا خدام اليوم. والله الا الجزائر خطيره، ودارت واحد الطريق قدا قداش راه كتبني فيها دابا، وراه كاينه استثمارات قويه كيديروها. لا ما كاينش كذب واش جاك الله، حنا عايشين في البرازيل راه حنا اعداك اصاحبي، كنشوفوا كل شيء بعينينا. لو تقول كون تحشم شويه صعب. المغرب اللي الشاحنات ما شاء الله ما كيوقفوش على القرقارات وساكتين، وواحد ما كاين والو مضخم الموضوع بهذيك القناه ديال الواد الحار، انما هو نحن كذا كذا، درنا طريق معبده، درنا كذا، انت ما دير راسك، لا خلي الطريق ما كايناش ودخل المنطقه العزيزه نبقاو نسلموا عليك. اما اللي نزل عليه ذاك الموريتاني بغى يرد عليه، قالت له مقدمه البرنامج احبس صاحبي شواك، عندك ما تزيد تكملها احبس صافي اسكت، اش حاجه ما عندك عاد تكذب. اعطاك الموريتاني قال لك اودي راه المغرب نبهكم، قال لكم هذيك المنطقه منطقه عسكريه، المغرب اللي اخلاها المينورسو دخلتي غادا تبكي عليك مهمتك. سال الفيلم، خليكم مع هذا الحوار كيف العاده، ما تنساوش لايك، خليونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس مازال ما مشاركش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. علوش، بحكم التذبذب الذي يعرفه التاريخ في العلاقات بين فرنسا والجزائر، هل 6 أسابيع ستكون كافيه من اجل الحديث في كل هذه الملفات ومحاوله ايجاد ارضيه تفاهم؟ هناك مشكلة في التواصل مع السيد رشيد علوش عبر خدمة سكايب. العلاقات الموريتانية الجزائرية، نواكشوت كانت أول محطة خارجية لوزير الخارجية الجديد أحمد عطاف هذا الأسبوع منذ أن عين في مارس الماضي، زيارة تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، وتهدف إلى تأسيس آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي بين الجزائر وموريتانيا. هذه الزيارة تأتي في سياق تطور كبير شهدته العلاقات الجزائرية الموريتانية مؤخرا، خاصة منذ زيارة الرئيس محمد الغزوان
الإخوان إلى الجزائر في ديسمبر 2021، فما هي أهمية هذه الزيارة بالنسبة للبلدين، وهل يمكن أن نتحدث عن تقارب على حساب المغرب أم أن موريتانيا تحرص على الحفاظ على حيادها الإيجابي؟ سيد محمد لمين، سريعا بالنسبة لي هذه الزيارة ما هي أهميتها بالنسبة لنواكشوط؟ الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر ما بين موريتانيا والجزائر. أعتقد أن السلطات الجزائرية والسلطات الموريتانية لديهم علاقات أساسا مبناها اقتصادي، حيث أن بعد زيارة الرئيس محمد الشيخ غزواني إلى الجزائر وقعت اتفاق على فتح طريق سريع بين موريتانيا والجزائر، وكان من ضمن الملفات التي طرحت موضوع هذا الطريق وما وصل إليه العمل، وكذلك اتفاقيات في مجال الصيد وبعض الاتفاقيات الأخرى، لأن الجزائر تريد موريتانيا بوابة على إفريقيا وتحاول أن تنافس المغرب في هذا المجال بخصوص على إفريقيا. أعتقد أن السياسة الموريتانية الخارجية ثابتة اتجاه الاتجاه الإخوة في الجزائر والمغرب، لأنه على مسافة واحدة من الطرفين، الحياد الإيجابي طبعا على مسافة واحدة بين الجزائر والمغرب، العلاقات وطيدة بين الجانبين. لا تمثل الزيارة أي انحياز من طرف موريتانيا إلى الجزائر بقدر ما هي تأتي في إطار تعاون مشترك بين البلدين. والسياسة كما قلت، سياسة موريتانيا اتجاه ملف الصحراء، وهو الملف الذي تشغل عليه الجزائر، وهو المشكل مع الأسف الذي أدى إلى هذا المشكل الكبير، ثابتة وسياسة من قديم وإلى الآن ما زالت مستمرة في نفس النهج ولن تتغير. كان ممكن أن تكون الزيارة غير ملفتة، لأن زيارة بلد مغاربي، نحن في اتحاد المغرب العربي ولو أنه جسم ميت، لا يمكن أن تزيرها الصحافة فتكون شيء ملفت بين الجزائر أو تونس أو ليبيا. لذلك جاءت الحين تناولت الصحافة زيارة الجزائر وكأنه يزور إسرائيل مثلا. بالتالي نحن في اتحاد مغاربي مفروض أن تكون هناك تشاور، و أعتقد أن هناك بعض الجهات التي تغذي هذا الصراع وتحاول أن تستخدم هذه الورقة لأنه انحياز بين موريتانيا للجزائر. أعتقد أنه غير وارد وغير صحيح. هناك تنافس حاليا بين هذه لا تربط موريتانيا بالمملكة المغربية علاقات وطيدة تجاريا، نسبة مستوى التبادل التجاري حجمه كان كبير جدا، وصل إلى مستوى عالي. موريتانيا هي المعبر الأساسي للمغرب على إفريقيا، وفي نفس الوقت موريتانيا تمد يدها، تحتاج إلى الكثير من السلع من هذه الدول، تحتاج إلى تنافس أيضا الدول عليها لتستفيد، وهذا يفيد موريتانيا، وبالتالي هذه تكون علاقة يعني تنطوي في إطار العلاقة الودية بين الطرفين وليست لها أي بعد آخر. أكيد. طيب سنأتي لهذه النقطة لاحقا. نعود إلى الجزائر، ضيفي من هناك رشيد علوش، تم إصلاح الاتصال معه. سيد رشيد علوش هل تسمعني؟ طبعا أستاذ الدنيا تفضلي. نعم، كانت هناك مشكلة بسيطة. مررنا إلى العلاقات الموريتانية الجزائرية، كنا نسأل عن دلالات هذه الزيارة التي قام بها أحمد عطاف لنواكشوط كأول محطة له منذ تعيينه. هل هو السعي لاستمالة موريتانيا تجاريا سياسيا على كافة المستويات من قبل الجزائر؟ هو لبحث مصلحة الدولتين. والضيف العزيز الذي تحدث قبل قليل من موريتانيا يعني أصاب في الملفات التي تم بحثها بداية، لأن هذه الملفات تم تناولها في زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر في ديسمبر من سنة 2021، وتم توقيع 26 اتفاقية. ولكن هذه الزيارة أخذت طابعا أمنيا أكثر أستاذ دنيا، لأنه شهدنا أنه كان برفقة وزير الخارجية في خرجته الأولى مدير الأمن والتوثيق الخارجي، وكان أيضا مدير دائرة المغاربية والدائرة الاتحاد الإفريقي على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية برفقة وزير الخارجية الذين زاروا موريتانيا لبحث ملفات أمنية بداية، خاصة مع إنشاء الوكالة أو ربما للجنة تشاور سياسي على أعلى مستوى، ولتسليم رسالة من الرئيس الجزائري لأخيه ونظيره الموريتاني. الأمن على مستوى زيادة ربما أستاذ الدنيا في الأيام القليلة الماضية كانت الهجمات الإرهابية التي تستهدف الجيش المالي في وسط مالي، ولكن أيضا متغير جديد هو أنه تم استهداف المجموعات الإرهابية الناشطة في مالي، والتي للأسف زادت حدتها بعد الانسحاب الفرنسي من المنطقة في الحدود المالية الموريتانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مرتبطة بإعادة تفعيل لجنة الأركان العملياتية المشتركة السيموك، والتي مقرها في الجزائر والتي تم تأسيسها في 2010، ولكن تراجع دورها نتيجة إنشاء فرنسا لمجموعة الجي 5 ساحل التي اعتبرت في تلك الفترة أنها منافسة لدور
هذه اللجنة العملياتية، وتم إعادة إطلاق هذه اللجنة في أكتوبر من العام الماضي. موريتانيا تأتي في صلب هذا العمل والتنسيق الأمني على المستوى الحدودي. نتحدث أيضا بطابع ومنطق أمني عن طريق زويرة كيندو الذي هو يلقى توافقا ويلقى أيضا تجاوبا من طرف الدولتين لبنائه، ويتجاوز طوله 700 كيلومتر. ولكن للأسف أستاذ دنيا، للأسف يتم استهداف الشاحنات الجزائرية لتجار جزائريين هم ذاهبين إلى موريتانيا من طرف طائرات بدون طيار. إلى حد الآن لم يتم ربما التحديد لمن تعود تلك الطائرات، وبالتالي صلب الزيارة في الجانب الأمني هذا هو الأصل، لأنه يجب أن نقرأ ما بعد الزيارة أيضا كانت إلى مالي، واليوم أيضا وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاء متواجد أيضا في يعني يجب قراءة الزيارة والجولة في برمتها. السيد محمد لمين يريد أن يعقب سأعطي بعد ذلك الكلمة للسيد نعم. سليم الأبيض في موضوع قصف الشاحنات على الحدود الجزائرية الموريتانية، أعتقد أن هناك تنسيق قوي بين الجيش المغربي والجيش الموريتاني، وكان الجيش المغربي أعلن أن تلك المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي من يمر بها سواء كان مدنيا أو عسكريا سوف يكون هدف، وبالتالي لا تحمل أي جهة، لا تحمل المملكة المغربية ولا السلطات الموريتانية لهذا الأخطاء ناتج عن دخول مناطق محظورة وتستخدمها جبهة البوليزاريو في الهجوم على القوات المغربية، خصوصا أن هناك وقف إطلاق النار كان متفق عليه بين هذه الدول وترعاه الأمم المتحدة، ومن الضروري احترام هذه القضية. فقط سيد سالم الأبيض يريد أن يعقب، وسأعود إليك سيد رشيد علوش، يبقى معي. يعني احنا في هذه الخطوة التي وقعت بين الجزائر وموريتانيا، ربما الجزائر تبحث عن مغرب عربي جديد، يعني لأن ما تقوم به الجزائر من حجم استثمار في موريتانيا هو حجم مهول. الطريق الجديد طريق تندوف الزويرات اللي هي اكتملت بالنسبة للمنطقة للجانب الجزائري في 75 كيلومتر على الحدود الجزائرية الموريتانية، اللي هي تمسح قرابة 465 كيلومتر. هناك جانب في داخل التراب الموريتاني يقدر ب 700 كيلومتر، وهذا استثمرت فيه الجزائر مليار معناها دولار ستنجزه الجزائر، والدراسات بدأت، لأن حسب الدراسات الجزائرية هي نفسها تقول أن الاستثمارات الجزائرية وحجم التجارة قد يرتقي مع موريتانيا وربما مع السنغال ومنطقة الصحراء إلى حدود 4 أو 5 مليار دولار، يعني هذه استثمارات حقيقية. عندما تقول مغرب عربي جديد سيد سالم، هذا التحالف الجديد هل يمكن أن يستثني المغرب؟ هو ما تبحث عنه الجزائر وما صرح به الرئيس تبون في أكثر من مناسبة، وكذلك حتى من الجانب المغربي، أن في الأفق القريب لا توجد مصالحات بين الجزائر والمغرب نتيجة حدة الصحراء، نتيجة حدة قضية الصحراء، والجزائر أصبحت تبحث على بدائل، والاتفاقية التي عقدت مع الحكومة المالية مع حركة أزواد المالية في الشمال التي تأخذ من تومبوكتو عاصمة لها وكانت ستنفصل عن مالي، كانت برعاية جزائرية، الجزائر تؤمن حدودها مع موريتانيا عن طريق معاهدات، هناك 60 اتفاقية وقعت بين الجزائر وموريتانيا ومذكرة تفاهم، اليوم هناك مذكرة معناها اتفاقية وقعت في مالي بين معناها حركة أزواد والحكومة المالية، هناك محاولة تأمين حدودها مع مع ليبيا. الجزائر يعني تبحث عن دور إقليمي أعتقد مهم في أفريقيا، وتستثمر وترصد أموال كبيرة ولا تخضع معناها رؤية إيديولوجية صرفة، هناك جانب أعتقد أنه براغماتي، لأن عندما نرى حجم الاستثمارات القطرية والتركية والصينية في الجزائر، يعني الجزائر تبحث عن منافع لكن هذا قد كثير. يعرض موريتانيا للضغط من قبل المغرب مثلا، تضيق مسألة المبادلات التجارية. لا أعتقد أن هذا في وارد تناقض، لأن أعتقد أن موريتانيا في الوسط بين الجانبين، أعتقد أنها تمسك القضية تمسك العصا مثل ما نقول من الوسط. علاقة مثل ما قلت سابقا، علاقة موريتانيا بالمملكة المغربية تربط بها علاقة جغرافية وحدود وعلاقة ثابتة ووطيدة، وعندها لكن المغرب مثلا سبق وانضغط على موريتانيا عبر تقليص أو ربما تضييق على المبادرات التجارية، لذلك تحتاج موريتانيا الحين إلى الانفتاح على الجزائر، وبالتالي لا يمكن المغرب أن تلوم موريتانيا عندما تكون لها علاقات وطيدة مع الجزائر حتى تكون لها بدائل، وبالتالي ولكن أعتقد أن هذا الملف ليس بوارد الطرح بهذا المفهوم. السياق هذا الموضوع هو تعاون، ويجب أن أيضا يجب أن يشمل الدول، حتى نحن نتمنى على الجزائر
أن تكون أن تعيد النظر في علاقاتها مع المملكة المغربية أنها في صالح موريتانيا وصالح الجزائر وصالح تونس حتى وصالح ليبيا التي هي تشهد الآن انقسام وحرب أهلية. نحن بحاجة إلى المغرب العربي يعني طبعا نحن لسنا بحاجة إلى بناء لوبيات داخل المغرب العربي وتشكيك المتشتت أصلا. نحن لسنا بحاجة إلى بناء جي 5 بين الجزائر وموريتانيا ومالي دولة ضعيفة على حساب المغرب أو حساب دولة أخرى. نحن بحاجة إلى توحد لأن موريتانيا بمقدراتها والجزائر بمقدراتها والمغرب بمقدراته قادر على أن يخلق أفق قوي وأعتقد أن المغرب تقول في أدبياتها وحتى في أعتقد أنه من أعلى سلطة كانت من جلالة الملك محمد السادس في آخر بعدما رد على في القمة الأخيرة القمة العربية قال بأنه مستعد لزيارة الجزائر ومستعد للمملكة المغربية لمد اليد للجزائر وهناك وساطات اعترف بها الجزائر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش نخرج عليهم بالرأي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد تيما مغرب.